غادي نمشيو ناخذوا هذا الباقه ديال الورد حتى الباب ديال القنصله بعد غادي نصاوبوا حنا. وشكرا كثيرا على الحضور. أنا إسبانيولية ولكن ساكنة في طنجة، وأنا نشكر كل المغاربة اللي كانت هنايا وحتى الإسبانيوليين اللي كانوا هنايا. شكرا بيستا. نحن هنايا حيت أناس اللي كانت في فالنسيا بسبب الدانة الناس اللي موت والناس اللي عنده مشاكل. شكرا بزاف للمغاربة اللي كانوا هنايا وحتى الاسبانيولين اللي كانوا هنايا. شكرا. اليوم nous sommes ici pour manifester la solidarité entre les peuples parce que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Le Tadamun y Sakina de Al-Lashab. Agradecemos a los jóvenes verdes por haber hecho esta convocatoria. On voudrait remercier a los jóvenes verdes, le mouvement de la jeunes verts, pour faire cet appel. Et nous sommes ici pour manifester notre solidarité. هذا الشكل التضامني كيجيب دعوه من حركه الشباب الاخضر والتلبيه ديال مختلف شرائح المجتمع الطنجي للتعبير عن الاحساس ديالنا بالام الضحايا والمفقودين والاموات اللي مشاو بسبب هذه الكارثه الطبيعيه اللي المت بالشعب الاسباني والشعب المغربي كذلك، على اعتبار ان كاين واحد العدد كبير ديال الضحايا اللي هما مغاربه. هذا تعبير بسيط، مبادره بسيطه يعني للتعبير عن المدى القرب والاواصر والروابط ديال الاخوه والصداقه والتاريخ والقرب الجغرافي اللي جمعنا بهاد الناس هادو، اللي حتى بيناتنا ماشي غير روابط الكهربائيه حتى الدم كذلك والنسب، لان التاريخ ديال المغرب واسبانيا راه الجميع كيعرفوا. وكذلك ان الشعب الاسباني والدوله الاسبانيه لطالما كانوا مع الشعب المغربي ومع الدوله المغربيه في عدد من المحطات اللي عرفتها بلادنا واللي عرفها شعبنا، منها كوارث طبيعيه، منها واحد العدد ديال المحطات كل ما هو سياسي اجتماعي ثقافي، وعلى راسها الدعم ديال الدوله الاسبانيه والشعب الاسباني للقضيه الوطنيه ديالهم. اليوم عملنا واحد الوقفه تضامنيه مع الشعب الاسباني ديال الفيضانات اللي وقعت في فالنسيا وفي المدن المجاوره، ونتمنى ان شاء الله العدد الوفيات والعدد الجرحى ما يزيدش اكثر بزاف، وهادشي علاش كنا هنايا باش نبينوا التضامن ديالنا مع الشعب الاسباني. المغاربه تاهما بين الضحايا. كاين بعض المغاربه وكاين بعض الاجانب تاهما بين الضحايا، كاين بعض الناس باقيين مفقودين. نتمنى السلطات الاسبانيه تجبرهم دغيا ويساليو الخدمه دغيا باش ما يتزادش يكبر العدد ديال الضحايا. Thank you.